المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد عمر بن حسين الشريف اللي في المركز الثاني. وفي المركز الثالث نشوان، في المركز الثالث للسيد سلطان بن سيف بن معضد المشخوني. وفي المركز الرابع مليح للسيد عبد الله بن سالم المسافري. وفي المركز الخامس براق، في المركز الخامس للسيد سعيد بن عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري. وفي المركز السادس سلهود للسيد راشد بن مبارك بالجافله الحميري. وفي المركز السابع مشعل للسيد سيف بن جعفر بن مرخان الاجتبي. وفي المركز الثامن المدير للسيد راشد بن سعيد بن منانة السويدي. وفي المركز التاسع عديم للسيد سالم بن محمد بالطبيعة الاجتبي. وفي المركز العاشر مبعد للسيد سعيد بن عبيد بن مروشد. هذه النتيجة وهذا أول ندى للمراكز العشرة الأوائل. وبنرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط وإلى الشارد، والشارد منذ البداية وهو شارد بمقدمة هذا الشوط للسيد سعيد بن حمد بن مرخان الاجتبي منفرد انفراد كامل انفراد كليا بمقدمة هذا الشوط. يا سلام. المركز الثاني الساهل في المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد عمر بن حسين الشريف. وفي المركز الثالث نشوان للسيد سلطان بن سيف بن معضد المشقوني. وفي المركز الرابع مليح للسيد عبد الله بن سالم المسافري. وفي المركز الخامس عديم للسيد سالم بن محمد بالضبيعه الاجتبي. وفي المركز السادس سلهود للسيد راشد بن مبارك بالجافله الحميري. وفي المركز السابع مشعل، في المركز السابع للسيد سيف بن جعفر بن مرخان الاجتبي. وفي المركز الثامن المدير للسيد راشد بن سعيد بن منانة السويدي. وفي المركز التاسع نشوف وناخذ اللي في المركز للسيد سعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري. وفي المركز العاشر زحل، في المركز العاشر للسيد سعيد بن حليس العويسي. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات، والأمور منذ البداية حتى هذه اللحظات الشارد لا زال مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات للسيد سعيد بن حمد بن مرخان الاجتبي. لا زال منفرد انفراد كامل انفراد كليا بمقدمة هذا الشوط. المركز الثاني أرى اللي في المركز الثاني الساهل للسيد عمر بن حسين الشريف. وفي المركز الثالث عديم للسيد سالم بن محمد بالضبيعة الاجتبي. وفي المركز الرابع مليح للسيد عبد الله بن سالم المسافري. وفي المركز الخامس نشوان للسيد سلطان بن سيف بن معضد المشغوني. وفي المركز نشوف المركز السادس في هذه اللحظات سلهود للسيد راشد بن مبارك بالجافله الحميري. وفي المركز السابع في هذه اللحظات مطنش للسيد فهد بن طحنون الهاجري. وفي المركز الثامن مشعل للسيد سيف بن جعفر بن مرخان الاجتبي. وفي المركز التاسع زحل للسيد سعيد بن حليس العويسي. وفي المركز العاشر براق للسيد سعيد بن عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري. هذه النتيجة وبنرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط
وإلى الشارد، الشارد لازال شارد بمقدمة هذا الشوط. يا سلام يا الشارد، اسم على مسمى حتى هذه اللحظات. ها هو الشارد تشاهدونه على شاشة التلفزيون، لازال مسيطر سيطرة كاملة، سيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط للسيد سعيد بن حمد بن مرخان الاجتبي. يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز للشارد وهل البريري بون سلام. يا سلام يا سلام يا الشارد، لكن أرى سلهود، سلهود الآن بدأ يشكل خطورة على مقدمة هذا الشوط. سلهود للسيد راشد بن مبارك بالجافلة الحميري. يا سلام، مطنش غادم بقوة، مطنش للسيد فهد بن طحنون الهاجري. يا سلام، المعركة بتكون شديدة، المعركة طاحنة. الشارد الشارد وسلهود، وتجاوزنا لوحة الكيلومتر الأخير بقيادة الشارد. يا سلام يا الشارد، الشارد منذ البداية وحتى هذه اللحظات 800 متر الأخيرة ومطنش غادم. يا سلام يا مطنش، مطنش طنش الجميع، صاحب إنجازات قوية في العام الماضي، سيارتين في رصيده، والسنة يشارك هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم. وتشاهد دون الآن ينطلق، والسلام إلى أهل المملكة العربية السعودية، أسعد الله مساكم يا أهل الدمام. مطنش ما يطنشكم دائما، أينما يذهب أينما يرحل يوديكم السلام. ها هو مطنش للسيد فهد بن طحنون الهاجري، يقترب من المنصة الرئيسية، يقترب من خط النهاية، وهو منتزع المركز الأول بدون منافس على الإطلاق. يا سلام يا سلام يا مطنش على هذا الأداء، الأداء الجميل الذي قدمه هنا على أرضية ميدان المرموم. مشكور يا أبو فهيد على هذا الأداء الذي قدمه مطنش. يا سلام، يستاهل اسم غير هالاسم مطنش، هذا ما يطنش أبدا، يجاوب معاك. يا سلام، صاحي هو بنايم. مطنش للسيد فهد بن طحنون الهاجري، تهانينا تهانينا. المركز الثاني مشعل للسيد سيد بن جعفر بن مرخان الاجتبي. المركز الثالث سلهود للسيد عمر بن مبارك بالجافلة الحميري. المركز الرابع الفايز للسيد محمد بن غاصب العفاري. وفي المركز الرابع الشارد للسيد سعيد بن حمد بن مرخان الاجتبي. المركز الخامس للسيد سالم بالشريجي بالشاوي الغفلي. هذه النتيجة، التوقيت الزمني ساعة وصول مطنش إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة الكيلومتر الخمسة كيلومتر في زمن وغدر 7 دقائق 54 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد فهد بن طحنون الهاجري الذي وصل في المركز الثاني. مشعل اللي وصل في المركز الثاني 7 دقائق 58 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سيف بن جعفر بن مرخان اجتبي، تهانينا للجميع والناموس. نتواصل أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكريم.